صراحة أولا بدي أقول إنه صديقي ورفيقي السيد فؤاد المحترم دايما في عنده أفكار جديدة، وأكيد هذا الكتاب عن خبرته الحياتية كتير مهمة، اللي بيقدر يكون عنده وقت يقرأ أكيد بده يتعلم أشياء منها، وهيدي دايما نحن حاضرين نتعلم أشياء ونطبقها. ومسيو فؤاد ما نقصه خبرة أبدا، أنا بدي هني نحن اليوم صراحة كنا موجودين هون لأنه مبروك سلفا، وهلا بانتظار ونسمع كلمته كمان رح نكون أكيد مبسوطين أكثر. حصيلة وثمرة اتصالاته وعلاقاته الدولية اللي بنعرفها نحن وأهميتها استراتيجية وإلى الانعكاسات السلبية اللي ممكن لبنان يستفيد منها. هو رجل أعمال مميز بكل ما يكون في نجاح، والنجاح مش سهل. النجاح بده تخطيط، بده رؤية تنقدر نوصل له. من هون فؤاد عنده التكامل تيوصل لكل هالأشياء. لذلك عنوان الكتاب إعادة اختراع المستقبل، يعني أنا عارفه وكلمنا في المستقبل يولد من جديد، كلمنا في هذا الموضوع. ما بده شهادة استاذ فؤاد مخزومي، معروف على طول إنه مقدام ويجرؤ وعنده جرأة الكلمة اللي بيقولها، وكان مسيرته كتير فيها تحدي بس نجح باللي أنجزه بالمحطات المتعددة من حياته خارج لبنان وبداخل لبنان، ومنتأمل إلى نجاح مقبل أيضا. شكرا.